الشباب كاملين الله يسلمك. إذن حضور الشرطة العلمية والتقنية لعين المكان بالأجل معاينة الحريق اللي وقع بإحدى الشركات ديال الخياطة. إذا حضور الشرطة العلمية والتقنية لعين المكان من أجل المعاينات. حنا تنتمناو الشفاء العاجل للبنات اللي داوهم عبر سيارات إسعاف. على سلامتكم، على سلامتكم. كيفاش عرفتي تبارك الله؟ انسالي الله يبونا معاكم. مرحبا. أوليدي هنسالي ولدي هنسالي. إذن في هذه اللحظات حضور الشرطة العلمية والتقنية لعين المكان من أجل معاينة الحريق بإحدى شركات الخياطة بالحي الصناعي، واللي تقريبا كيف ما سمعنا كاينين 10 ديال الضحايا ومازال بعض البنات مغمى عنهم داخل هذه الشركة. تنتمناو الشفاء العاجل للجميع، يعني الحريق راه بسبب شوديير. هذوما المعلومات اللي توصلنا بها والتصريحات ديال الناس اللي كانوا في عين المكان واللي سمعوا دوي انفجار خطير رعب، يعني هاد العمال ديال الحي الصناعي. الله يحد الباس، الله يحد الباس. شكرا لرجال الامن والوقايه المدنيه على المجهودات اللي كيقوموا بها، شكرا على جميع المجهودات اللي كيقوموا بها. شكرا لكم والى اللقاء في بيت اخر باذن الله.